على هو ده فكرة اللي انا بقوله دايما، انه لماذا لا ينظر، وهنا عايز اروح لكريم، لماذا لا ينظر البعض يا كريم للنواحي الايجابيه؟ اه في سلبيات، وعلى فكره انت قلت سلبيات ولا ما قلتش الاسبوع اللي فات؟ امبارح كان بس ولا حتى في امبارح الاستوديو في الماتشات انا في الاستوديو احمد بيتكلم بنفس هنا القانون، لا هنا بكل امانه فبالتالي انا اللي انا اقصد اقوله ايه؟ انه ما هو ماشي يا جماعه، ما هو في سلبيات طبعا، ولكن انا وجهه نظري برضو تاني للمره المليون انه مباراه امبارح فيها ايجابيات كثيره جدا تستطيع ان تبني عليها خصوصا الفتره القادمه. هو دول المجموعه اللي هتقدر يعني هي دي المجموعه اللي هتلعب بيها، وهي دي المجموعه اللي هتكمل، وهي دي اللي خدت لك البطولات السابقه. بص كده، خلينا نحط بعض المبادئ حتى للجمهور، جمهور النادي الاهلي، واعتقد جمهور النادي الاهلي هو الجزء المهم في المنظومه، انك تطمنه، لان في الاخر برضو النادي الاهلي هو بالزبط. يخص جماهير النادي الاهلي اكتر ما يخص جماهير اي انديه اخرى او اي فرق تانية. الاكيد ان الجيل الحالي او النادي الاهلي في السنوات الاخيره في افريقيا ما بيبداش بكامل قوته مع بدايه دور المجموعات، دي حقيقه ثابته ما فيهاش وجهه نظر. وفي درس بصراحه اتعلمناه في السنوات الاخيره، وهي ان البدايه المتوسطه مليون في الميه افضل من النهايه الضعيفه يا سيدي. كلها صحيح، كلها امان. البدايه المتوسطه افضل بكتير من النهاية الضعيفة، زي مثلا الموسمين النادي الأهلي خسر فيهم بطولة الدوري مع بيتسو موسمين. طيب التدرج في المستوى أمر كل الأندية الكبيرة في العالم تشتهر بيه. النهارده مثلا اللي بيتفرج على الدوري الإنجليزي بيتعود، بيشوف السيتي قبل شهر ديسمبر النتائج متذبذبة، وأخيرا حتى التعادل النهارده أهو مع توتنهام، والفريق ما اتقدم 3 مرات وما بيقدرش يحافظ على التقدم بتاعه. صحيح. الناس اتفرجت على ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام، اول ما يعدي شهر 12 ونبدا نخش في الثلث الاخير من الموسم، اتفرج على مانشستر سيتي في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي، اتفرج على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وتاني بقول اهو، حتى مع هزيمه الوداد، حتى مع هزيمه الوداد هيوصل مرتين، اتفرجوا على الوداد كعقليه في الـ4 مرات الجايه. بس بشرط ايه يا حته بقى؟ ان هو انا مضطر ان النتائج الاخرى تساعده، هو محتاج النتائج الاخرى تساعد ان هو، وهذا ما حدث مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. النجم الساحلي بصراحه عمل مباراه ممتازه ممتازه قدام الترجي، المباراه الاولى انا شفتها حاجه حلوه قوي. المباراه الثانيه بصراحه، وهنتكلم على بيتو اتلتيكو، خطر قادم في افريقيا، هنتكلم على الفرقه دي. لان عندهم فرقه قويه، عاملين فرقه جيلبرتو عامل شغل كويسه جدا، مش عايز اقول لك جيلبرتو اللي انا سامعه، يعني صحيح. الماتش اللي انا شفته ايه ده، انا ما شفتش الماتش الاول بتاعهم. لا هو خلي بالك الماتش بتاع امبارح ده كان مش طفره، ولكن هم يعني اقل من يعني هو امبارح كانوا جامدين قوي. فكروني، لا الماتش ما فكرت عليه، فكروني بفرقه بيترو اتلتيكو اللي كانت بتلعب فرقه مانويل جوزيف في 2001، الفرقه الاولى خالص. فتاني لازم يا جماعه، مش عايزين برضو الحلقه دي معتاد قوي، الحلقه دي احنا بنعيدها كده كل سنه في بدايه دور المجموعات. واضح ان انت محتاج ان انت تعيدها. لا بس انت النهارده مستني او انت النهارده بتتكلم عن مجموعه كبيره من الايجابيات والناس خايفه تتكلم عنها. لا انا بتكلم، لا مش عايزين يتكلموا عنها. لا يا كابتن سامي، انا بتكلم بشكل عام، انا لسه ما حلتش الماتش. أوكي. تحليل المباراه ملوش دعوه خالص بالمبادئ، احنا دلوقتي بنتكلم في مبادئ عامه، ما بنتكلمش على الماتش. تحليل المباراه ما فيش حد هيطلع يقدر يقول ان الشوط الثاني من النادي، الشوط الثاني على وجه التحديد كان امتياز. الشوط الثاني امبارح هايل، واحنا بنحلل اداء مارسيل كولر، بنحلل اداء مدير فني. المدير الفني رفع الريتم بتاع بتاع فريقه ووصله، عمل هجمات في الشوط الثاني ضعفين الشوط الاول، وبالتالي انت لازم اي حد هيشيد باللي عمله مارسيل كولر بدايه من دخول اللعيبه اوضه اللبس وتغييره قفشه وامام عاشور على وجه التحديد. صحيح. التغييره دي هتقول له شابوه، برافو عليك في الماتش، ما بقيمش اداء كولر في الموسم. صح. وتاني انا عايز الناس نبقى واضحين مع بعض، الرقم اللي قاله ثابت طبعا اكيد رقم ايجابي، انك اول مره تاخد 4 نقاط، انت دايما متعود في اول جولتين بتخسر نقاط اكتر من اللي انت خسرتهم السنه دي 19. واحنا كمان قلنا ثابت السنه دي ميزه في دور المجموعات دلوقتي ان احنا المباريات ما فيهاش الشد العصبي بتاع مباريات شمال افريقيا بالذات، خصوصا ان احنا عايزين نخش مباراه اتحاد جده وانت في افضل حاله ممكن. هو ده. والحمد لله كمان بكل امان المباراه شباب الوزداد بقت يوم الجمعه عشان تتأجل لك مباراة، عشان المباراة زادت تتأجل.
صح. فكده انت لغايه مباراه اتحاد جده عندك ماتش واحد، مباراه واحده، ويبدأ بقى مارسيل كولر يجهز فرقته لتنافس مختلف، مختلف تماما، لتنافس عجيب. وتاني حاجه النقطه برضك انا عايز برضه مش عايز اخرج منها بصراحه، فكره التنافسيه في البطوله اللي قال عليها سامي برضه هاخد من كلامه حته مهمه قوي. كل بطوله على فكره ليها تنافسيه مختلفه، مفيش حاجه اسمها قوي وضعيف، بدليل هزيمه بيراميد قدام نواديبو موريتاني هزيمه غريبه، لان حتى بعد تاخر 1-0 ما ينفعش تخش فيك الهدف الثاني والفريق ده بيلعب قدامك ب 10 لاعبين. ده يبين لك ايه؟ لا، التنافس في دوري ابطال افريقيا مختلف تماما عن الدوري الممتاز، حتى مع ان انت تظن ان الفرقه دي ضعيفه، لا الفرقه مش ضعيفه. نواديبو ممكن يلعب فرق كتيره في الدوري المصري ويكسبها، ان الفرقه دي بتلعب بشكل مختلف، بتلعب الكوره بشكل مختلف، استعدادها البدني بخلاف بقى الحرفنه والمهاره وكل شيء، بدنيا في الملعب هم كويسين واقفين، وفريق بيلعب 10 لاعبين وبيقدر يسجل في العشر دقائق الاخيره، ده حاجه مش سهله. فتاني مهم قوي يا جماعه واحنا بنحلل كوره ان احنا نبقى متفقين على شيء، متفقين ان احنا تحليل الماتش هو للماتش، لو بنقيم فتره نقول احنا بنقيم فتره، دمج الامرين مع بعض بيعمل تشتيت وبيخلي بقى ساعات هنا الجمهور يقول اه لا خلي بالك ده هنا الناس بتحاول ان هي تعمل بلبله في الفريق او بتعمل ان هي تقلل المعنويات، خصوصا بكل امان ان النادي الاهلي في الفتره الجايه بكل امان انا في وجهه نظري اهم مباراه له هي مباراه اتحاد جده، وان شاء الله باذن الله مباراه شباب الوزداد زي ما كابتن بلال سمعته بيقول نضمن بيها التاهل فعلا، انت وصلت للنقطه السبعه في الثلاث مباريات دول بنسبه كبيره انت ضمنت الصعود، ويتبقى ليك في الثلاث مباريات الاخرى ان انت تؤكد بقى تأهلك كمتصدر او كوصيف في الفتره اللي كل جماهير النادي الاهلي بتتفائل ان الاهلي يتأهل عن دور المجموعات كوصيف وليس كمتصدر، عشان ده الفعل الخير في اخر البطوله.